صديقاتي أصدقائي، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم في مايا للكاتب المغربي عبدو حق، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالأجزاء الأخرى السابقة. يوم آخر ينساب رتيبا مشمولا بهيبة الصمت والاحترار، مرضى معذبون بسياط أمراض تافهة، نساء نحيفات تتدورن من آلام المخاض، أطفال أضحوا يكبرون قسرا رغم أنوفهم ورغم أمراضهم السخيفة. نهض رحان، فتح الباب فوجد رجلا قصيرا يرتدي دراعة زرقاء ويعتمر طاقية مكية ويتمنطق بخنجر تقليدي. ناوله الصينية وانصرف من دون أن ينبت بكلمة واحدة. لم يكن رحال في حاجة لأن يشكره، كما لو أن إطعام الدكتور وزميله رحال بات أمرا مألوفا فوق كل الاعتبارات الشكلية. عند الظهيرة ذهب رحال إلى المسجد لصلاة الجمعة. كانت تلك أول مرة سيصلي فيها صلاة الجماعة. إنه يعلم أن من شأن صلاته في المسجد أن يمتن علاقته بالأهالي، فيعلون من مكانته بينهم ويقربونه من رجال الإدارة والسلطة أكثر. لكنه يعلم من جانب آخر أن من شأن إقدامه على الصلاة في المسجد أن يوسع من الفجوة بين الدكتور والأهالي ويثير تلك الأسئلة الراكدة حول ترك الدكتور للصلاة التي هي عماد الدين وعدم اكتراثه بالأعياد الدينية. اعتلى الخطيب منبرا هو عبارة عن أدراج إسمنتية، أخرج ورقة من تحت جلبابه، طرق بعصاه على درج المنبر الإسمنتي 3 مرات وشرع يلقي خطبته من دون قراءة الورقة. نفس المشهد يتكرر كل جمعة، نفس التأثيث. الصفوف الأمامية لبعض موظفي الدائرة والجماعة القروية وبعض المعلمين، والصفوف الوسطى لأعيان دور تفوكت، والصفوف الخلفية لبقية القوم. هي تراتبية طبقية حتى في طقوس العبادة. جلس رحال في الركن الخلفي، أحس بارتباك عار حين كانت عيون المصلين تسترق النظر إليه من حين لآخر. في الحقيقة كان السؤال الذي يدور في أذهان المصلين هو: أين الدكتور صالح المد؟ ولماذا لا يصلي بالرغم من أنه قارئ مزيان وفهم الدنيا أكثر من زميله رحال؟ عند انتهاء صلاة الجمعة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني ويحفظ قرة عينه ولي العهد أمير جليل سيدي محمد وصنوه المولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة، وأن ينصر المسلمين على الكفار من بني إسرائيل والنصارى حتى يحرروا القدس الشريف من أيدي المغتصبين الصهاينة وباقي البقاع العربية المستعمرة. في باب المسجد التقى رحال بصديقه إبراهيم، تحدثا وهما يسيران باتجاه المستوصف عن ليلة الأمس الخميس التي قضياها في غرفة الفران عند مايا.
قال إبراهيم: أعتقد أنك منذ الأمس قد عرفت طريقك إلى الفران، إن مايا امرأة طيبة ومدعان سخونة، سوف تكون في حاجة إليها أكثر في ليالي الصقيع، وهي لن تلزمك على دفع ولو درهم واحد، بل يكفيها فقط أن الممرض رحال يهتم بها ويعلي من قدرها بين الأهالي. إن علاقتها بي وببعض المعلمين العزاب تعتبرها وساما يرفعها درجات إلى مقام اجتماعي محترم، وقد تعبد كذلك لك الطريق إلى شابات أمازيغيات جميلات أخريات. حين عاد رحال إلى المسكن وجده فارغا. كان الدكتور في المستوصف منهمكا في علاج أحد المرضى الذي يعاني من مرض اليرقان، ما يعرف عند العامة ببصفير. قال الدكتور: يا رحال، ارتدي مئزرتك واشرع في العمل، لا تمكث واقفا مثل عمود كهرباء، بادر إلى أي عمل يمكن أن يشعرك بأنك ممرض وأن الدولة قد عينتك هنا للاهتمام بالمرضى، حتى ولو بمواساتهم بالحديد وطمأنتهم بالوعود. وعليك أن تعلم أن وقت صلاة الجمعة محدود قانونيا من 11:30 إلى 2:00 PM. لا تقلد أولئك الموظفين الأوغاد الذين يمددون رخصة الخروج باكرا إلى صلاة الجمعة ليتغيبوا في حصة المساء كلها، ليس هذا سوى استهتار بواجبهم الإداري تجاه الوطن والمواطنين. كان الدكتور يتحدث إلى رحال بنبرة منتفضة تنم عن تحول ما في علاقة الزمانة بينهما، فالدكتور يعتبر أن ذهاب رحال إلى تأدية صلاة الجمعة في المسجد هو ضربة أخرى من تحت الحزام للمزيد من إقصائه وتهميشه في عيون السلطة والإدارة والأهالي، وربما نأتي بالإلحاد باعتباره تاركا للصلاة. صديقاتي أصدقائي، تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم في الجزء 11 من رواية مايا للكاتب المغربي عبد حق، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالأجزاء الأخرى السابقة. يوم آخر ينساب رتيبا مشمولا بهيبة الصمت والاحترار، مرضى معذبون بسياط أمراض تافهة، نساء نحيفات تتدورن من آلام المخاخ، أطفال أضحوا يكبرون قسرا رغم أنوفهم ورغم أمراضهم السخيفة. نهض رحال، فتح الباب فوجد رجلا قصيرا يرتدي دراعة زرقاء ويعتمر طاقية مكية ويتمنطق بخنجر تقليدي. ناوله الصينية وانصرف من دون أن ينبت بكلمة واحدة. لم يكن رحال في حاجة لأن يشكره، كما لو أن إطعام الدكتور وزميله رحال بات أمرا مألوفا فوق كل الاعتبارات الشكلية. عند الظهيرة ذهب رحال إلى المسجد لصلاة الجمعة،
كانت تلك أول مرة سيصلي فيها صلاة الجماعة. إنه يعلم أن من شأن صلاته في المسجد أن يمتن علاقته بالأهالي فيعلون من مكانته بينهم ويقربونه من رجال الإدارة والسلطة أكثر، لكنه يعلم من جانب آخر أن من شأن إقدامه على الصلاة في المسجد أن يوسع من الفجوة بين الدكتور والأهالي ويثير تلك الأسئلة الراكدة حول ترك الدكتور للصلاة التي هي عماد الدين وعدم اكتراثه بالأعياد الدينية. اعتلى الخطيب منبرا هو عبارة عن أدراج إسمنتية، أخرج ورقة من تحت جلبابه، طرق بعصاه على درج المنبر الإسمنتي 3 مرات وشرع يلقي خطبته من دون قراءة الورقة. نفس المشهد يتكرر كل جمعة، نفس التأثير. الصفوف الأمامية لبعض موظفي الدائرة والجماعة القروية وبعض المعلمين، والصفوف الوسطى لأعيان دور تفوكت، والصفوف الخلفية لبقية القوم. هي تراتبية طبقية حتى في طقوس العبادة. جلس الرحال في الركن الخلفي أحس بارتباك عار حين كانت عيون المصلين تسترق النظر إليه من حين لآخر. في الحقيقة كان السؤال الذي يدور في أذهان المصلين هو أين الدكتور صالح المد؟ ولماذا لا يصلي بالرغم من أنه قارن زيان وفهم الدنيا أكثر من زميله رحال؟ عند انتهاء صلاة الجمعة رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني ويحفظ قرة عينه ولي العهد أمير جليل سيدي محمد وصنوه المولاي الرشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة، وأن ينصر المسلمين على الكفار من بني إسرائيل والنصارى حتى يحرر القدس الشريف من أيدي المغتصبين الصهاينة وباقي البقاع العربية المستعمرة. في باب المسجد التقى رحال بصديقه إبراهيم، تحدثا وهما يسيران باتجاه المستوصف عن ليلة الأمس الخميس التي قضياها في غرفة الفران عند مايا. قال إبراهيم: أعتقد أنك منذ الأمس قد عرفت طريقك إلى الفران. إن مايا امرأة طيبة ومدعانة سخونة، سوف تكون في حاجة إليها أكثر في ليالي الصقيع، وهي لن تلزمك على دفع ولو درهم واحد، بل يكفيها فقط أن الممرض رحال يهتم بها ويعلي من قدرها بين الأهالي. إن علاقتها بي وببعض المعلمين العزاب تعتبرها وساما يرفعها درجات إلى مقام اجتماعي محترم، وقد تعبد كذلك لك الطريق إلى شابات أمازيغيات جميلات أخريات. حين عاد رحل إلى المسكن وجده فارغا. كان الدكتور في المستوصف منهمكا في علاج أحد المرضى الذي يعاني من مرض اليرقان، ما يعرف عند العامة ببصفير. قال الدكتور: يا رحال، ارتدي مئزرتك واشرع في العمل، لا تمكث واقفا مثل عمود كهرباء، بادر إلى أي عمل يمكن أن يشعرك بأنك ممرض وأن الدولة قد عينتك هنا للاهتمام بالمرضى، حتى ولو بمواساتهم بالحديد
وطمأنتهم بالوعود. وعليك أن تعلم أن وقت صلاة الجمعة محدود قانونيا من 11:30 إلى 2:00 PM. لا تقلد أولئك الموظفين الأوغاد الذين يمددون رخصة الخروج باكرا إلى صلاة الجمعة ليتغيبوا في حصة المساء كلها. ليس هذا سوى استهتار بواجبهم الإداري تجاه الوطن والمواطنين. كان الدكتور يتحدث إلى الرحال بنبرة منتفضة تنم عن تحول ما في علاقة الزمانة بينهما. فالدكتور يعتبر أن ذهاب رحال إلى تأدية صلاة الجمعة في المسجد هو ضربة أخرى من تحت الحزام للمزيد من إقصائه وتهميشه في عيون السلطة والإدارة والأهالي، وربما ناتي بالإلحاد باعتباره تاركا للصلاة. صديقاتي أصدقائي، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم في الجزء 11 من رواية مايا للكاتب المغربي عبد حق، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالأجزاء الأخرى السابقة. يوم آخر ينساب رتيبا مشمولا بهيبة الصمت والاحترار، مرضى معذبون بسياط أمراض تافهة، نساء نحيفات تتدورن من آلام المخاخ، أطفال أضحوا يكبرون قسرا رغم أنوفهم ورغم أمراضهم السخيفة. نهض رحال، فتح الباب فوجد رجلا قصيرا يرتدي دراعة زرقاء ويعتمر طاقية مكية ويتمنطق بخنجر تقليدي. ناوله الصينية وانصرف من دون أن ينبت بكلمة واحدة. لم يكن رحال في حاجة لأن يشكره، كما لو أن إطعام الدكتور وزميله رحال بات أمرا مألوفا فوق كل الاعتبارات الشكلية. عند الظهيرة ذهب رحال إلى المسجد لصلاة الجمعة. كانت تلك أول مرة سيصلي فيها صلاة الجماعة. إنه يعلم أن من شأن صلاته في المسجد أن يمتن علاقته بالأهالي فيعلون من مكانته بينهم ويقربونه من رجال الإدارة والسلطة أكثر، لكنه يعلم من جانب آخر أن من شأن إقدامه على الصلاة في المسجد أن يوسع من الفجوة بين الدكتور والأهالي ويثير تلك الأسئلة الراكدة حول ترك الدكتور للصلاة التي هي عماد الدين وعدم اكتراثه بالأعياد الدينية. اعتلى الخطيب منبرا هو عبارة عن أدراج إسمنتية، أخرج ورقة من تحت جلبابه، طرق بعصاه على درج المنبر الإسمنتي 3 مرات وشرع يلقي خطبته من دون قراءة الورقة. نفس المشهد يتكرر كل جمعة، نفس التأثير. الصفوف الأمامية لبعض موظفي الدائرة والجماعة القروية وبعض المعلمين، والصفوف الوسطى لأعيان دور تفوكت، والصفوف الخلفية لبقية القوم. هي تراتبية طبقية حتى في طقوس العبادة.
جلس الرحال في الركن الخلفي أحسن أحس بارتباك عار حين كانت عيون المصلين تسترق النظر إليه من حين لآخر. في الحقيقة كان السؤال الذي يدور في أذهان المصلين هو أين الدكتور صالح المدة؟ ولماذا لا يصلي بالرغم من أنه قارن زيان وفهم الدنيا أكثر من زميله رحال؟ عند انتهاء صلاة الجمعة رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني ويحفظ قرة عينه ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد وصنوه المولاي الرشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة وأن ينصر المسلمين على الكفار من بني إسرائيل والنصارى حتى يحرر القدس الشريف من أيدي المغتصبين الصهاينة وباقي البقاع العربية المستعمرة. في باب المسجد التقى رحال بصديقه إبراهيم، تحدثا وهما يسيران باتجاه المستوصف عن ليلة أمس الخميس التي قضياها في غرفة الفران عند مايا. قال إبراهيم: أعتقد أنك منذ الأمس قد عرفت طريقك إلى الفران، إن مايا امرأة طيبة ومدعانة سخونة، سوف تكون في حاجة إليها أكثر في ليالي الصقيع، وهي لن تلزمك على دفع ولو درهم واحد، بل يكفيها فقط أن الممرض رحال يهتم بها ويعلي من قدرها بين الأهالي. إن علاقتها بي وببعض المعلمين العزاب تعتبرها وساما يرفعها درجات إلى مقام اجتماعي محترم، وقد تعبد كذلك لك الطريق إلى شعبات أمازيغيات جميلات أخريات. حين عاد رحال إلى المسكن وجده فارغا. كان الدكتور في المستوصف منهمكا في علاج أحد المرضى الذي يعاني من مرض اليرقان، ما يعرف عند العامة ببصفير. قال الدكتور: يا رحال، ارتدي مئزرتك واشرع في العمل، لا تمكث واقفا مثل عمود كهرباء، بادر إلى أي عمل يمكن أن يشعرك بأنك ممرض وأن الدولة قد عينتك هنا للاهتمام بالمرضى حتى ولو بمواساتهم بالحديد وطمأنتهم بالوعود. وعليك أن تعلم أن وقت صلاة الجمعة محدود قانونيا من 11:30 إلى 2 PM. لا تقلد أولئك الموظفين الأوغاد الذين يمددون رخصة الخروج باكرا إلى صلاة الجمعة ليتغيبوا في حصة المساء كلها، ليس هذا سوى استهتار بواجبهم إداري تجاه الوطن والمواطنين. كان الدكتور يتحدث إلى رحال بنبرة منتفضة تنم عن تحول ما في علاقة الزمالة بينهما، فالدكتور يعتبر أن ذهاب رحال إلى تأدية صلاة الجمعة في المسجد هو ضربة أخرى من تحت الحزام للمزيد من إقصائه وتهميشه في عيون السلطة والإدارة والأهالي، وربما نأتي بالإلحاد باعتباره تاركا للصلاة. في نظر الدكتور ليس هناك من حرج أن يصلي رحال في المسكن الوظيفي صلواته الخمس والنوافل والتراويح حتى إلى آخره، غير أن ذهابه لصلاة الجمعة سيثير ذلك السؤال القديم الجديد حول أسباب غياب الدكتور عن أداء هذه الفريضة مع الجماعة.
إنها إذن معركة أخرى مع رحال، بدأت شرارتها منذ ذلك اليوم. فرحال لن يجرؤ على التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد، والدكتور من جانبه سيجر سلوك رحال هذا إلى مزيد من التهميش وتضييق الخناق عليه يوما بعد آخر بسبب تقرب زميله إلى الأهالي عن طريق الصلاة والإصغاء إلى خطبة الفقيه، حتى ولو كانت خطبة مستمسخة عن خطب قديمة. غير أنه إذا كان رحال يتمنطق بنصائح صديقه إبراهيم الخزني، فوقد نسي أن للطبيب أيضا سلطة إدارية عليه في رفع التقارير إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة للدفع بعرقلة ترقيته الإدارية، وبالتالي الرفع من أجرته الشهرية، وكذلك مساعدته على الانتقال إلى مدينة فاس مسقط رأسه الذي يحلم به ليل نهار. لم يكن رحال يحدث في ذلك اليوم المشرق أن حدثا هاما للغاية سيقع عند منتصف النهار، حدثا اعتبره مولدا جديدا وذكرى عادت به إلى نوستالجيا بيتهم بفاس. هذه المرة جاء الشيخ بسلام متلفعا في سلهامه البني ممتطيا جواده الأصيل، نادى على رحال الذي كان مستغرقا في تلاوة المصحف الكريم جهرا، وضعه على الطاولة وخرج مسرع. إنه صوت غريب يناديه باسمه لأول مرة. في نظر الدكتور ليس هناك من حرج أن يصلي رحال في المسكن الوظيفي صلواته الخمس والنوافل والتراويح حتى إلى آخره، غير أن ذهابه لصلاة الجمعة سيثير ذلك السؤال القديم الجديد حول أسباب غياب الدكتور عن أداء هذه الفريضة مع الجماعة. إنها إذن معركة أخرى مع رحال، بدأت شرارتها منذ ذلك اليوم. فرحال لن يجرؤ على التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد، والدكتور من جانبه سيجر سلوك رحال هذا إلى مزيد من التهميش وتضييق الخناق عليه يوما بعد آخر بسبب تقرب زميله إلى الأهالي عن طريق الصلاة والإصغاء إلى خطبة الفقيه، حتى ولو كانت خطبة مستمسخة عن خطب قديمة. غير أنه إذا كان رحال يتمنطق بنصائح صديقه إبراهيم الخزني، فوقد نسي أن للطبيب أيضا سلطة إدارية عليه في رفع التقارير إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة للدفع بعرقلة ترقيته الإدارية، وبالتالي الرفع من أجرته الشهرية، وكذلك مساعدته على الانتقال إلى مدينة فاس مسقط رأسه الذي يحلم به ليل نهار. لم يكن رحال يحدث في ذلك اليوم المشرق أن حدثا هاما للغاية سيقع عند منتصف النهار، حدثا اعتبره مولدا جديدا وذكرى عادت به إلى نوستالجيا بيتهم بفاس. هذه المرة جاء الشيخ بسلام متلفعا في سلهامه البني ممتطيا جواده الأصيل، نادى على رحال الذي كان مستغرقا في تلاوة المصحف الكريم جهرا، وضعه على الطاولة وخرج مسرع. إنه صوت غريب يناديه باسمه لأول مرة.
بنظر الدكتور ليس هناك من حرج أن يصلي الرحال في المسكن الوظيفي صلواته الخمس والنوافل والتراويح حتى إلى آخره. أرى أن ذهابه لصلاة الجمعة سيثير ذلك السؤال القديم الجديد حول أسباب غياب الدكتور عن أداء هذه الفريضة مع الجماعة. إنها إذن معركة أخرى مع أرحال بدأت شرارتها منذ ذلك اليوم، فرحال لن يجرؤ على التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد، والدكتور من جانبه سيجره سلوك رحال هذا إلى مزيد من التهميش وتضييق الخناق عليه يوما بعد آخر بسبب تقرب زميله إلى الأهالي عن طريق الصلاة والإصغاء إلى خطبة الفقيه حتى ولو كانت خطبة مستمسخة عن خطب قديمة. غير أنه إذا كان رحال يتمنطق بنصائح صديقه إبراهيم الخزني فوقد نسي أن للطبيب أيضا سلطة إدارية عليه في رفع التقارير إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة للدفع بعرقلة ترقيته الإدارية وبالتالي الرفع من أجرته الشهرية، وكذلك مساعدته على الانتقال إلى مدينة فاس مسقط رأسه الذي يحلم به ليل نهار. لم يكن رحال يحدث في ذلك اليوم المشرق أن حدثا هاما للغاية سيقع عند منتصف النهار، حدثا اعتبره مولدا جديدا وذكرى عادت به إلى نوستالجيا بيته بفاس. هذه المرة جاء الشيخ بسلام متلفعا في سلهامه البني ممتطيا جواده الأصيل، نادى على رحال الذي كان مستغرقا في تلاوة المصحف الكريم جهرا، وضعه على الطاولة وخرج مسرع. إنه صوت غريب يناديه باسمه لأول مرة. نزل الشيخ بسلام من على صهوة جواده، سلم على رحال وقال: أش خبارك ولدي؟ كيف حالك؟ أظن أنك قد استأنست العيش في دوارنا. على كل حال أعرف جيدا قساوة الغربة على شاب أعزب مثلك في مقتبل العمر. لقد حكى لي إبراهيم الخزني عن دماثة أخلاقك وتقواك، لا تتردد يوما في مطالبتي بحاجاتك إلى أي شيء. اتصل بإبراهيم أو أي موظف في الدائرة، حتى القيد نفسه، حتى القيد بابه مفتوح صباح مساء في وجه المواطنين، وخصوصا يوم السوق الأسبوعي أو صباح يوم الجمعة. رد رحال في تأدب بالغ وهو مطقطق رأسه: شكرا سيدي على عنايتك ورأفتك بي. طوى الشيخ سلهامه إلى كتفه الأيمن بضربة واحدة وقال: هذا واجب. إذا كان والداك بعيدين في فاس فنحن عائلتك هنا في دوار تفوكت. في تلك اللحظة أخرج الشيخ محفظته الجلدية المهترئة من تحت سرج جواده، فتحها وسلم رسالة إلى رحال. تلقفها بسرعة، تملاها جيدا بعينين جاحظتين، رفع رأسه إلى الشيخ بسلام وشكره بقوة وهرول إلى داخل المسكن الوظيفي. كانت الرسالة تحمل اسم وعنوان والدته حليمة. جلس بسرعة، أسند ظهره إلى الحقيبة واتفق يقرأ الرسالة. ولدي الغالي،
لقد كنت أسعد أم في الدنيا حين تلقيت رسالتك الأولى، وبعد أن تلاها علي أخوك رشيد أحسست أن قلبي قد انشطر إلى فلقتين، ولم أستطع أن أغالب دموعي الحارة بعد أن حكيت لي عن تفاصيل رحلتك القاسية وعن يومياتك في دور تفوكت. وعلى وجه السرعة طلبت من شقيقك أن يأتيني بورقة وظرف بريدي لأرسل إليك هذه الرسالة. أخبرني يا عزيز، ألم تتوصل بعد براتبك الشهري؟ إن الفواتير يا حبيبي تتراكم شهرا بعد آخر، ووالدك ما يزال كما عهدته غير مكترث بواجبه الأسري، بل إنه بدأ يسألني من حين لآخر فيما إذا كنت قد توصلت بحوالتك. إنه أوشك على التوسل، إنه أوشك على التسول ومد يده لأصدقائه في مقهى الشرق لاستجداء أصدقائه ليمدوه بالسجائر ويؤدون عنه ثمن فناجين القهوة. أكثر من ذلك أنه قد اختلس الصيني النحاسي القديم وباعها لأجل اقتراف محرماته المحبوبة. إنني لا أريد أن أكثر عليك من الأحزان وأنت في غربتك القاهرة، يكفيك ما أنت فيه من غبن. إنني ما أزال أشتغل في مطبخ مقهى المستقبل في المدينة الجديدة، أعيل إخوتك من أجر زهيد وإكراميات بعض رواد المقهى. إنني لا أريد أن أفسد عليك وقتك وأنت في المستوصف لتضيف همومي إلى هموم المرضى. إنني أحاول ما أمكن أن أوفر مبلغا من المال لشراء خروف العيد هذا العام، نأكل جزءا من أجرتي وأوفر جزءا آخر لهذا الغرض. لم يبقى لدي في المنزل ما أبيعه لشراء الأضحية وإسعاد إخوتك بين أولاد الجيران. في تلك اللحظة لم يدر الرحال كيف غرورقت عيناه بالدموع، مسحهما بكم مئزرته وواصل القراءة. إن حياتي يا ولدي ما تزال تزورنا من حين لآخر كل أسبوع خلال ذهابها إلى الحمام والجلال. إنها باتت تسأل عنك أنت أكثر من أي وقت مضى، وتبدي لنا إشفاقا بالغا على غربتك. الله يرضي عليك يا ولدي، إنني أخشى عليك من هذه الأفعى التي تتذرع بالمجيء إلى الحمام فقط لتستقصي أخبارك. إنني أخشى أن تختطفك مني بعد أن نضجت فاكهتك وأوشكت والدتك أن تقطفها بعد أن ضاقت المرارات في رعايتك حتى أحرزت على وظيفتك. قفزت في تلك اللحظة إلى ذهن رحال صورة حياة أخرجها من حافظته ثم طفق يتأملها من جديد. صورة بالأبيض والأسود تشبه تلك الممثلات الحسناوات في ستينات القرن الماضي. شرع يتأملها بعمق وإمعان وهو يمرر أصبعه على حاشيتها المسننة، وتبادر إلى ذهني ذلك السؤال من جديد: إذا كان لوالدتك حقوق عليك، أليس من حقه على الأقل أن يحب وأن تحتل فتاة يافعة واحدة على الأقل قلبه؟ أليس من حقه وهو في عتمة الغربة أن يحلم بامرأة ترافقه في شوارع الحلم كل ليلة؟ إن حياة فتاة جميلة فاتنة بشعرها الحريري الداكن وعينيها السوداوين الواسعتين وشفتاها الرقيقتين، فما أحوجه إلى رسائلها الغرامية ليبدد بها سحابات الغربة الداكنة
وربما ليتزوجها في المستقبل. لكنه يعلم علم اليقين أن والدته سوف ترفض زواجهما، لأن حياة هي أيضا مثقل كاهلها بست شقيقات، حيث أن والديها لم يرزق بولد ذكر حتى صار زملاؤه في المدرسة يلقبونه بأبو البنات، وأجرته كعون متقاعد بالكاد تكفيه لتسديد واجب الكراء ولقمة العيش ومصاريف حقن الأنسولين لزوجته. لكن ما شأن رحال وشقيقاتها الستة؟ فهي على الأقل ابنة عون بسيط ذي راتب مضمون، ولن تكون في حاجة إلى راتب رحال بالكامل، على عكس والده المستهتر بالمسؤولية الأبوية وجدبته المتهورة في البيت التي انتهت به أخيرا إلى بيع تحفة صيني النحاسي. ماذا يمكن أن يحدث لو طلب من أخيه رشيد تمكين حياة من عنوانه هنا في دور تفوكت؟ لعل رسائلها تطفئ غلة غربته. طور حال الرسالة ودسها في جوف حقيبته الدهرية. صديقتي أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الجزء الثالث عشر من رواية مايا للكاتب المغربي عبد حق، وأتمنى أن ألتقي بكم في الجزء الرابع عشر. إلى اللقاء. نزل الشيخ بسلام من على صهوة جواده، سلم على رحال وقال: أشخبارك ولدي، كيف حالك؟ أظن أنك قد استأنست العيش في دوارنا. على كل حال، أعرف جيدا قساوة الغربة على شاب أعزب مثلك في مقتبل العمر. لقد حكى لي إبراهيم الخزني عن دماثة أخلاقك وتقواك. لا تتردد يوما في مطالبتي بحاجاتك إلى أي شيء. اتصل بإبراهيم أو أي موظف في الدائرة، حتى القيد نفسه، حتى القيد بابه مفتوح صباح مساء في وجه المواطنين، وخصوصا يوم السوق الأسبوعي أو صباح يوم الجمعة. رد رحال في تأدب بالغ وهو مطقطق رأسه: شكرا سيدي على عنايتك ورأفتك بي. طوى الشيخ سلهامه إلى كتفه الأيمن بضربة واحدة وقال: هذا واجب. إذا كان والداك بعيدين في فاس، فنحن عائلتك هنا في دور تفوكت. في تلك اللحظة أخرج الشيخ محفظته الجلدية المهترئة من تحت سرج جواده، فتحها وسلم رسالة إلى رحال. تلقفها بسرعة، تملاها جيدا بعينين جاحظتين، رفع رأسه إلى الشيخ بسلام وشكره بقوة، وهرول إلى داخل المسكن الوظيفي. كانت الرسالة تحمل اسم وعنوان والدته حليب. جلس بسرعة، أسند ظهره إلى الحقيبة واتفق يقرأ الرسالة. ولدي الغالي، لقد كنت أسعد أم في الدنيا حين تلقيت رسالتك الأولى، وبعد أن تلاها علي أخوك رشيد أحسست أن قلبي قد انشطر إلى فلقتين.
ولم أستطع أن أغالب دموعي الحارة بعد أن حكيت لي عن تفاصيل رحلتك القاسية وعن يومياتك في دور تفوكت. وعلى وجه السرعة طلبت من شقيقك أن يأتيني بورقة وظرف بريدي لأرسل إليك هذه الرسالة. أخبرني يا عزيز، ألم تتوصل بعد براتبك الشهري؟ إن الفواتير يا حبيبي تتراكم شهرا بعد آخر، ووالدك ما يزال كما عهدته غير مكترث بواجبه الأسري، بل إنه بدأ يسألني من حين لآخر فيما إذا كنت قد توصلت بحوالتك. إنه أوشك على التوسل، إنه أوشك على التسول ومد يده لأصدقائه في مقهى الشرق لاستجداء أصدقائه ليمدوه بالسجائر ويؤدون عنه ثمن فناجين القهوة. أكثر من ذلك أنه قد اختلس الصيني النحاسي القديم وباعها لأجل اقتراف محرماته المحبوبة. إنني لا أريد أن أكثر عليك من الأحزان وأنت في غربتك القاهرة، يكفيك ما أنت فيه من غبن. إنني ما أزال أشتغل في مطبخ مقهى المستقبل في المدينة الجديدة، أعيل إخوتك من أجر زهيد وإكراميات بعض رواد المقهى. إنني لا أريد أن أفسد عليك وقتك وأنت في المستوصف لتضيف همومي إلى هموم المرضى. إنني أحاول ما أمكن أن أوفر مبلغا من المال لشراء خروف العيد هذا العام، نأكل جزءا من أجرتي وأوفر جزءا آخر لهذا الغرض. لم يبقى لدي في المنزل ما أبيعه لشراء الأضحية وإسعاد إخوتك بين أولاد الجيران. في تلك اللحظة لم يدر الرحال كيف غرورقت عيناه بالدموع، مسحهما بكم مئزرته وواصل القراءة. إن حياتي يا ولدي ما تزال تزورنا من حين لآخر كل أسبوع خلال ذهابها إلى الحمام والجلال. إنها باتت تسأل عنك أنت أكثر من أي وقت مضى، وتبدي لنا إشفاقا بالغا على غربتك. الله يرضي لك يا ولدي، إنني أخشى عليك من هذه الأفعى التي تتذرع بالمجيء إلى الحمام فقط لتستقصي أخبارك. إنني أخشى أن تختطفك مني بعد أن نضجت فاكهتك وأوشكت والدتك أن تقطفها بعد أن ضاقت المرارات في رعايتك حتى أحرزت على وظيفتك. قفزت في تلك اللحظة إلى ذهن رحال صورة حياة أخرجها من حافظته ثم طفق يتأملها من جديد. صورة بالأبيض والأسود تشبه تلك الممثلات الحسناوات في ستينات القرن الماضي. شرع يتأملها بعمق وإمعان وهو يمرر أصبعه على حاشيتها المسننة، وتبادر إلى ذهني ذلك السؤال من جديد: إذا كان لوالدتك حقوق عليك، أليس من حقه على الأقل أن يحب وأن تحتل فتاة يافعة واحدة على الأقل قلبه؟ أليس من حقه وهو في عتمة الغربة أن يحلم بامرأة ترافقه في شوارع الحلم كل ليلة؟ إن حياة فتاة جميلة فاتنة بشعرها الحريري الداكن وعينيها السوداوين الواسعتين وشفتاها الرقيقتين، فما أحوجه إلى رسائلها الغرامية ليبدد بها سحابات الغربة الداكنة وربما ليتزوجها في المستقبل.
لكنه يعلم علم اليقين أن والدته سوف ترفض زواجهما لأن حياة هي أيضا مثقل كاهلها بست شقيقات، حيث أن والديها لم يرزقا بولد ذكر حتى صار زملاؤه في المدرسة يلقبونه بأبو البنات، وأجرته كعون متقاعد بالكاد تكفيه لتسديد واجب الكراء ولقمة العيش ومصاريف حقن الأنسولين لزوجته. لكن ما شأن رحال وشقيقاتها الستة؟ فهي على الأقل ابنة عون بسيط ذي راتب مضمون، ولن تكون في حاجة إلى راتب رحال بالكامل، على عكس والده المستهتر بالمسؤولية الأبوية وجدبته المتهورة في البيت التي انتهت به أخيرا إلى بيع تحفة صيني النحاسي. ماذا يمكن أن يحدث لو طلب من أخيه رشيد تمكين حياة من عنوانه هنا في دور تفوكت؟ لعل رسائلها تطفئ غلة غربته. طور حال الرسالة ودسها في جوف حقيبته الدهرية. صديقتي أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الجزء الثالث عشر من رواية مايا للكاتب المغربي عبد حق، وأتمنى أن ألتقي بكم في الجزء الرابع عشر. إلى اللقاء. نزل الشيخ بسلام من على صهوة جواده، سلم على رحال وقال: أش خبارك ولدي؟ كيف حالك؟ أظن أنك قد استأنست العيش في دوارنا. على كل حال، أعرف جيدا قساوة الغربة على شاب أعزب مثلك في مقتبل العمر. لقد حكى لي إبراهيم الخزني عن دماثة أخلاقك وتقواك. لا تتردد يوما في مطالبتي بحاجاتك إلى أي شيء. اتصل بإبراهيم أو أي موظف في الدائرة، حتى القيد نفسه، حتى القيد بابه مفتوح صباح مساء في وجه المواطنين، وخصوصا يوم السوق الأسبوعي أو صباح يوم الجمعة. رد رحال في تأدب بالغ وهو مقطع رأسه: شكرا سيدي على عنايتك ورأفتك بي. طوى الشيخ سلهامه إلى كتفه الأيمن بضربة واحدة وقال: هذا واجب. إذا كان والداك بعيدين في فاس، فنحن عائلتك هنا في دور تفوكت. في تلك اللحظة أخرج الشيخ محفظته الجلدية المهترئة من تحت سرج جواده، فتحها وسلم رسالة إلى رحال. تلقفها بسرعة، تملاها جيدا بعينين جاحظتين، رفع رأسه إلى الشيخ بسلام وشكره بقوة وهرول إلى داخل المسكن الوظيفي. كانت الرسالة تحمل اسم وعنوان والدته حليمة. جلس بسرعة، أسند ظهره إلى الحقيبة واتفق يقرأ الرسالة. ولدي الغالي، لقد كنت أسعد أم في الدنيا حين تلقيت رسالتك الأولى، وبعد أن تلاها علي أخوك رشيد أحسست أن قلبي قد انشطر إلى فلقتين، ولم أستطع أن أغالب دموعي.
ولم أستطع أن أغالب دموعي الحارة بعد أن حكيت لي عن تفاصيل رحلتك القاسية وعن يومياتك في دور تفوكت. وعلى وجه السرعة طلبت من شقيقك أن يأتيني بورقة وظرف بريدي لأرسل إليك هذه الرسالة. أخبرني يا عزيز، ألم تتوصل بعد براتبك الشهري؟ إن الفواتير يا حبيبي تتراكم شهرا بعد آخر، ووالدك ما يزال كما عهدته غير مكترث بواجبه الأسري، بل إنه بدأ يسألني من حين لآخر فيما إذا كنت قد توصلت بحوالتك. إنه أوشك على التوسل، إنه أوشك على التسول ومد يده لأصدقائه في مقهى الشرق لاستجداء أصدقائه ليمدوه بالسجائر ويؤدون عنه ثمن فناجين القهوة. أكثر من ذلك أنه قد اختلس الصينية النحاسية القديمة وباعها لأجل اقتراف محرماته المحبوبة. إنني لا أريد أن أكثر عليك من الأحزان وأنت في غربتك القاهرة، يكفيك ما أنت فيه من غبن. إنني ما أزال أشتغل في مطبخ مقهى المستقبل في المدينة الجديدة، أعيل إخوتك من أجر زهيد وإكراميات بعض رواد المقهى. إنني لا أريد أن أفسد عليك وقتك وأنت في المستوصف لتضيف همومي إلى هموم المرضى. إنني أحاول ما أمكن أن أوفر مبلغا من المال لشراء خروف العيد هذا العام، نأكل جزءا من أجرتي وأوفر جزءا آخر لهذا الغرض. لم يبقى لدي في المنزل ما أبيعه لشراء الأضحية وإسعاد إخوتك بين أولاد الجيران. في تلك اللحظة لم يدر الرحال كيف غرورقت عيناه بالدموع، مسحهما بكم مئزرته وواصل القراءة. إن حياتي يا ولدي ما تزال تزورنا من حين لآخر كل أسبوع خلال ذهابها إلى الحمام والجلال. إنها باتت تسأل عنك أنت أكثر من أي وقت مضى، وتبدي لنا إشفاقا بالغا على غربتك. الله يرضي لك يا ولدي، إنني أخشى عليك من هذه الأفعى التي تتذرع بالمجيء إلى الحمام فقط لتستقصي أخبارك. إنني أخشى أن تختطفك مني بعد أن نضجت فاكهتك وأوشكت والدتك أن تقطفها بعد أن ضاقت المرارات في رعايتك حتى أحرزت على وظيفتك. قفزت في تلك اللحظة إلى ذهن رحال صورة حياة أخرجها من حافظته ثم طفق يتأملها من جديد. صورة بالأبيض والأسود تشبه تلك الممثلات الحسناوات في ستينات القرن الماضي. شرع يتأملها بعمق وإمعان وهو يمرر أصبعه على حاشيتها المسننة، وتبادر إلى ذهني ذلك السؤال من جديد: إذا كان لوالدتك حقوق عليك، أليس من حقه على الأقل أن يحب وأن تحتل فتاة يافعة واحدة على الأقل قلبه؟ أليس من حقه وهو في عتمة الغربة أن يحلم بامرأة ترافقه في شوارع الحلم كل ليلة؟ إن حياة فتاة جميلة فاتنة بشعرها الحريري الداكن وعينيها السوداوين الواسعتين وشفتاها الرقيقتين، فما أحوجه إلى رسائلها الغرامية ليبدد بها سحابات الغربة الداكنة وربما ليتزوجها في المستقبل. لكنه يعلم علم اليقين أن والدته سوف ترفض زواجهما لأن حياة هي أيضا مثقل كاهلها
بست شقيقات حيث أن والديها لم يرزقا بولد ذكر حتى صار زملاؤه في المدرسة يلقبونه بأبو البنات وأجرته كعون متقاعد بالكاد تكفيه لتسديد واجب الكراء ولقمة العيش ومصاريف حقن الأنسولين لزوجته. لكن ما شأن رحال وشقيقاتها الستة؟ فهي على الأقل ابنة عون بسيط ذي راتب مضمون، ولن تكون في حاجة إلى راتب رحال بالكامل، على عكس والده المستهتر بالمسؤولية الأبوية وجدبته المتهورة في البيت التي انتهت به أخيرا إلى بيع تحفة صيني النحاسي. ماذا يمكن أن يحدث لو طلب من أخيه رشيد تمكين حياة من عنوانه هنا في دور تفوكت؟ لعل رسائلها تطفئ غلة غربته. طور حال الرسالة ودسها في جوف حقيبته الدهرية. صديقتي أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الجزء الثالث عشر من رواية مايا للكاتب المغربي عبد حق، وأتمنى أن ألتقي بكم في الجزء الرابع عشر. إلى اللقاء.